فكرة هو ممكن يكتب الموضوع أحسن مني كمان، على اعتبار إن هو شافه قدامه. ده أنا نفسي يعني كنت هسأله على تفاصيل كتير. شكلي كده مش هعرف أكتب الموضوع. بصي، لو طلع وحش ومعرفتش أكتبه اكتبيه أنتي، على الأقل أتعلم منك. يعني الصور دي ملهاش زبون يا أستاذ؟ كل حاجة ليها زبون. زبونها فين؟ المجلات الفنية. روح للأستاذة نجوى كمال، رئيس التحرير مجلة زهرة الربيع، وهي صاحبة المجلة. قول لها إن أنت جاي من طرفي وانا هكلمها لك، ولما تخلص المقال ابقى هاته عشان اشوفه. لا مش لازم بقى اكتب المقال، البركه في الاستاذه. لا لا خالص، بالعكس اكتب، ده حقك. وبعدين انا فرحانه عشان حمستك تعمل حاجه لاول مره. أخبار الشركة إيه يا نسمة؟ مفيش أخبار وحضرتك مش موجود، ده حتى التليفونات ما بترنش. يا ستي ما تستعجليش، بكرة تزهقي من الشغل. لكن قولي لي بقى، إيه اللي خلاكي تعملي المفاجأة الحلوة دي وتيجي تقابليني في المطار؟ مش أنا، أنا بنفذ تعليمات. آه، تعليمات. كنت أفرح لو كانت دي مبادرة منك أنت. الفكرة مش عندي. انت عارف ان انا بنفذ تعليمات سيادة اللواء، وعارف كمان ان انا مقدرش اعمل حاجة من نفسي، بس انا سعيدة وانا بنفذ الفكرة. هو طلب مني ان انا ابلغك ان هو عايز يشوفك الليلة، بس طبعا بعد ما تستريح. هو عايز يكلمك في حاجات مهمة. حدد مكان للمقابلة؟ انا سألته وهو قال لي ان حضرتك عارف. اه متشكر، متشكر جدا يا نسيان. على فكرة أنا سمحت لنفسي يعني إن أنا أجيب لك هدية بسيطة كده من السوق الحرة بتاعت باريس، بس يا رب تعجبك. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا اخويا. ازيك يا حماتي؟ الحمد لله كويسة. ازيك يا تغريد؟ الله يسلمك. ازيك يا نوارة؟ الحمد لله. ما تيجي تاخدي مني الحاجة دي؟ ومكلف نفسك ليه يا ابني؟ مكلف نفسك ليه يا ابني؟ ده الواجب يا حماتي. وعم ربيع اخباره ايه؟ بيشتري طلبات للشغل. والاستاذ بتاعنا نايم فوق دلوقتي، عنده شغل بالليل. تشرب ايه يا ابني؟ انا اشرب شاي من ايد نواره. طيب انا هسيبكوا تشتغلوا وهقعد جوه. تغريد، تغريد تعالي. عايزه ايه؟ بقول لك ايه، والنبي خد انتي دخلي له الشاي. وانا مالي؟ بصراحه قلبي لسه شايل منه. نوره، ده جوزك مخدمي انتي. انا مش فاهمه ايه التبات اللي هو فيها دي. عارف ان ابوكي بره واخوكي نايم فوق والبيت كله حريم، المفروض ان هو كان يسلم ويستاذن مش يقعد يلزق. بقول لك ايه، ده جوزك وانتي حره فيه. الشاي. ايه بس راحة فين؟ ايه في ايه؟ يعني هقعد اشرب الشاي كده زي قرد قطع؟ تعالي بس اقعدي معايا عبال ما اخلص الشاي. لا معلش، اصل انا مشغولة بساعد امي واختي. الشغل مش هيطير يا نوارة. تعالي بس، انا عايزك في موضوع مهم. امال انا جاي ليه؟ تعالي تعالي اقعدي.
ايه بقى الموضوع المهم؟ ايه نورة؟ قاعدة معايا كده وكأني راجل غريب عنك. يوه ما تقول بقى. هو في ايه؟ واحد ومراته اكيد يعني بيتكلموا في حاجة تخصهم. ما تشرب الشاي. لا ما هو الشاي سخن. سخن قوي يا نور. زمانه بارد. نور انت مراتي. مراتك في بيتك مش في بيت ابويا. وبعدين هو ده وقته يا راجل؟ دي القطه بتتكسف تعمل اللي انت بتعمله ده؟ انت ناسي ان امي واختي بره؟ ما هو هيكون سكيت يا نور. يا نهار اسود وني ودي نزح. نور انا كده هتعب. اتحرق بجاز اتحرق بجاز يا بنت. انت لا عندك احساس ولا دم ولا بتفهم في الاصول يا نصبتي. يا رب نور انا في ايديا. بس ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا اخي معتمد؟ ما حصلش اي حاجه تغضب ربنا. انا كده فهمت. بره لا بره اطلع بره. انت كده مش تمام. بره بقول لك اطلع بره. انا عامل حساب بس يا عبده. الله شايفه نوره. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه اهلا مجدي بيه. ازيك يا سعيد؟ الحمد لله تمام. شكلك مبسوط. عشان ربنا وفقني وكل شيء تمام. المهم تخلص على خير. ايه ده؟ هي لسه ما خلصتش؟ المسائل الكبيره بتخلص واحده واحده خطوه خطوه. تؤمر بيه يا فندم. اي حاجه. انت شربت يا سعيد؟ كابتشينو. ايه بقى زيك؟ ها اتبسطت في الرحله؟ ايه اللي اتبسطت؟ فرق كبير قوي بين هنا وبين هناك يا ست اللواء. بلاش سياده اللواء دي، ملهاش لازمه هنا. واكسر اي حاجز، اعتبرني صديق او واحد واخوه صغير. ها الرحله كانت سهله؟ سهله؟ ده مفيش اسهل من كده، وخصوصا وانا راجع في المطار. بصراحه كده انا في الاول جالي رعب. الرعب من ايه؟ انا اول ما حطيت رجلي على رخام المطار لقيت اللي بينادي على اسمي. قلت خير اللهم اجعله خير، والدم هرب مني، ولقيتني بقول انا اهو. بصيت لقيت اتنين صالات الزين عليهم، فقالوا لي هات الجواز. قمت على طول من غير ما افكر اديتهم الجواز وقلت يا واد سعيد ده انت رحت في توكر ومقبوض عليك. مقبوض عليك ليه؟ يا فندم انا قلت انا اكيد عملت حاجه من غير ما اكون عملت حاجه. المهم سلمت امري لله ومشيت معاهم. تصدق وتؤمن بالله يا مجدي بيه؟ لا اله الا الله. انا مدريب بنفسي الا وانا بره المطار. لقيتني فجاه كده بره المطار وشنطتي معايا وجواز سفر في ايدي. كل ده بقى حصل ازاي؟ ما اعرفش. اصل انا وصيت عليك عشان تخرج بسرعه. قلت انك مسافر اسكندريه. والله يا فندم كل اللي حصل ده كان مفاجاه. تحب تسمع المفاجاه اللي بجد؟ يا ريت. بقى عندك عربيه. بجد؟ مدير شركة البحار السبعة لازم يكون عنده عربية. متشكر قوي يا مجدي بيه، بس ده كتير عليا. هي عربية صغيرة إلى حد ما، لكن كل ما أعمال الشركة كبرت كل ما حاجات تانية في الشركة بتكبر معاها. تمام، كده بقى يلزمني أتعلم السواقة. دي سهلة. والنهاردة بقى بطل استعد للشغل الكبير. إيه ده؟ هو في شغل أكبر من كده؟ الفتة كله كان تسخين. وقريب هشرح لك كل حاجة. المهم بقى وريني همتك في بيع شحنة اللحمة اللي وصلت مصر. لا دي حاجة سهلة قوي. السواقه بالنسبه لي اصعب منها. عندنا في المثل بنقول الفقر يورث الكفر، وسيدنا علي بن ابي طالب قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، وابو ذر الغفاري قال اذا ذهب الفقر الى مكان قال له الكفر خذني معك. من طلب العلا سيد.